بمناسبة شهر رمضان المبارك، أقامت مديرية الثقافة بحماة سهرة رمضانية في المركز الثقافي، تضمنت أغاني تراثية ولوحات فنية شعبية وفقرة حكوات رمضان. الأمسيات الرمضانية أيضا تقدمها مديرية الثقافة، معتمدة على القامات الثقافية والفنية والفكرية في محافظة حماة. يعني نحن كان لنا تجربة مع هذه الأمسيات الرمضانية، نقدم التراث الأصيل الذي تعرفه حماة ويعرفه شعب حماة خلال الزمن الغابر. هلا اعتدنا نحن نشوف الحكوات دائما عم يتناول قصة عنترة وعم ياخذ يعني من هالاسطوره وبيمجد ومنحس في عماره وفي عنتره وفي صراع وفي بطولات وفي شعر وفي كذا. نحن اليوم نحن رح نستغل هي الفرصه، نحن من حكواتي لكن رح نستغل الفرصه لنقدم بلدنا، نقدم التراث الشعبي في حماة، حماة الحضارية، حماة اللي عمرها أكثر من 5000 سنة. فنحن رح نأخذ طبائع مثلاً أهل حماة، عادات أهل حماة، الموروث الشعبي في حماة، أسواق أو مثلاً أكلات شعبية أو كذا، بس من خلال يعني حكائية جميلة. نحن من في برمضان نعمل سهرات رمضانية جميلة منأدي فيها التراث والألحان الحلوة القديمة، ونحن اليوم إن شاء الله سنقدم ما يطلبه الجمهور من الأغاني القديمة الجميلة. وتسعى مديرية الثقافة من خلال هذه الفعاليات لتجسيد التراث الحموي العريق الذي يمتد عبر التاريخ وتذكير الأجيال به. من مدينة حماة، حسام الشاب، الإخبارية السورية.